لكن عايز اقول لكم انه الاهلي النهارده ادى تمرين الظهر، مستر بيتسو موسيماني ما حضرش لانه عنده لسه بعض الظروف الصحيه اللي خلته ياخد راحه النهارده. اللعيبه المصابين ما زالوا مصابين في الجيم، الباقي ادى تدريباته. بكره ان شاء الله الفريق هيتمرن ويدخل معسكر عشان يلعب يوم السبت. يعني بصوا النهارده المفروض تمرينه استشفاء لانه الماتش كان امبارح بالليل، يا دوب تمرينه النهارده وبكره يدخل معسكر عشان يلعب يوم السبت مع انبي، ويرجع تاني يوم يتمرن عشان يوم الاربع يلعب مع ممكن نقف هنا اللحظه يا استاذ الكمباني. عشان الناس بيقول لك الاهلي الافريقي والاهلي المحلي، مؤكد ان فرصه دراسه المنافس الافريقي لان عدد محدد من المنافسين انت عارف هتقابل مين، فعندك فرصه للدراسه والتحليل ووضع الخطط والتدريب عليها، زائد احيانا بتتاح لك فرص من خلال تاجيل الماتشات المحليه انك تدرب على المواجهات دي. لكن لما تبقى راجع من وفاق الصيف امتى هتمرن؟ انت هتستشفى تاني يوم، هتمرن تمرينه واحده وتلعب ماتش بعد بكره، امتى هتحفظ؟ امتى هتدرس؟ امتى هتحط الخطط؟ وبعدين تفاجأ ان عندك نواقص. هذه ليست اعذار ولكنها تقرير لواقع. تقرير لواقع. فاحنا عايزين نكسب على طول، ده مؤكد. ولكن كل حاجه احيانا بيبقى لها ثمن. النادي الاهلي بقى يعالج الامر ده ازاي؟ ربنا يحمينا من الاصابات، ويبقى فعلا عمليه الروتيشن باصحاب الدوافع المختلفه الفريش اللي عايزين يثبتوا وجودهم، بس في اطار التدعيم المحدود، ما يبقاش خط بالكامل كل مره بيتغير، يا في الدفاع يا في الهجوم يا في الوسط. احنا بيغيب الخط مره واحده عنك، فبتعمل راديكال يعني جذري، تعديل جذري اضطراري. عايزين نتجاوز الامر ده، وعايزين برضو يعني نشوف حل ان احنا بقى نتعامل مع كميه التحامل على النادي الاهلي، ونعرف ان مصيرنا في ايدنا فقط. ده كلام مهم جدا. طيب بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ايه اسباب تعادل الاهلي؟ ايه اللي ادى الى انه الاهلي يخسر نقاط جديدة؟ نشوف مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر امبارح. Everything that we play for. احنا الوضع بالنسبه لنا صعب كنادي الاهلي وكلاعبين النادي الاهلي، لان عندنا برنامج ماتشات مختلف عن اي فريق تاني، ومسؤولياتنا لازم نكسب كل حاجه بنلعب عليها. بقول لحضرتك لما يكون عندك رحله طويله زي جاينا من الجزائر اجماليها 7 ساعات، توصل 7 ونص صباحا، وعندك يوم واحد بس تعد عشان الماتش الجاي. You're bound to have Ali Malul with discomfort. You're bound to have سلايا ديانج اند هامدي اوت. عندنا غيابات طبعا، علي معلول ما كانش حاسس نفسه 100% فما لعبش، وثلاثه الارتكاز بتوعنا ديانج وعمرو السلية وحمدي ما كانوش كانوا مصابين. وطبعا في خلال المباراه فقدنا كابتن الشناوي اتصاب. انتاير كامز هي سيز ام فينيشد. وطارق قال له خلاص انا خلصت مجهودي كله، عايز اخلص. بعد 5 دقائق 10 دقائق من الشوط الثاني كان خلاص. وعبد القادر برضه ما اداناش جامد في ماتش النهارده. It's part of the game and you must not make excuses. طب احنا ما بنحطش اعذار، ده جزء من كره القدم، واحنا مش بندور على الاعذار. And you play against people who are arrested. وبنلعب قدام فريق كان عنده واخد فتره راحه. You have to try and do what you have to do. لازم تحاول تبذل قصر جهدك يعني. But you have to be also be honest because the opponents missed 2 chances. بس برضه لازم يكون امنا ان برضه الخصم اهدر فرصتين. But we had our chances. بس احنا برضه جالنا فرص كتير، لحقت لنا فرص وسجلناها. 2 chances maybe Sharif could have at least scored one. فرصتين لشريف كان ممكن يسجل منهم واحده على الاقل. If you don't take your chances. لو استغليت الفرصه اللي جات لك وسجلت منها كانت النتيجه تختلف. But we try. بس اهو بنحاول. بنحاول يعني طبعا في حاجات هي امور حدثت، ولكن برضه زي ما انا بقول ان النادي الاهلي ما بيبقاش عنده فرصه استاذ ابراهيم والوقت للدراسه والمحليه والتدريب وتعويض النواقص، على المقابل بقى انت بتقابل فرق
بتبقى واخده فتره قبليك بتدرسها كويس قوي وبتدرب على الخطه اللي تلعبك بيها كويس قوي. هيحصل كتير، هيحصل كتير. طب انت النادي الاهلي ما ينفعش ما تتعاملش مع هذه المشكله. فاذا كنا عايزين نكسب البطولات لابد ان احنا نشوف حل لهذه المشكله. والحل ياتي احيانا يا اما بحلول فارق مهارات ودي لعيبه، يا اما استغلال جيد للعناصر القادره على الكفاح والقتال في اللحظه دي، وده جهاز فني ولعيبه. الوقت القادم مؤكد مسؤوليه اللعيبه هتكون اكتر شويه من مسؤوليه الاجهزه الفنيه. فلابد بقى ان احنا بنثق فيهم وعارفين انهم بيحاولوا يسعدوا جماهيرهم وبنشوفهم في المواعيد الكبرى بيعملوا ايه، لكن عايزين برضو لازم السنه دي موضوع الدوري ده يتشاف له حل، ودي في ايد الاهلي بدرجه كبيره.